اول حاجة هنمسك القصافة بالطريقة دي وندوس على الجزئين دول زي ما احنا شايفين كده اهو، هتخرج هيخرج الاكس ده او الجزء اللي هو معمول عليه المبرد بتاع الضوافر والمسمار المحفور دوت فيه نتوء عشان نسنها لو فيها عضعضة باظت تلمت. اول حاجة يا جماعة عشان لو في هنا عضعضة زي دي كده مثلا مع عضعضة وبايظة خالص هنعدلها ازاي، هنسنها ازاي؟ هنجيب حاجة مستوية كده ولتكن مسطرة زي دي اهي، مسطرة مدرجة او سنون او سكينة او اي حاجة مستقيمة، وهنجيب كده القصافة دي ونعدل الشفرات بتاعتها من الداخل كده اهو يا جماعة زي ما احنا شايفين كده اهو اهو، وادي التانية كده اهو اهو. تعلم حاجة تانية، هنيجي نسنها، هنسن ازاي؟ احنا عايزين نسن بقى ايه الجزء ده عشان فيه الشفرات. طبعا ما تنسوش تحطوا على الصنفرة مية، طبعا اي حاجة يا جماعة فيها احتكاك لازم يتحط لها مية علشان ما تتاكلش الشفرات. طبعا انا جايب هنا مية وادي صنفرة اهي، بس يا جماعة حاولوا تكون الصنفرة ناعمة وناعمة جدا. هنمسك كده حتة زي كده وهنلفها بالطريقة دي اهي، هنلفها اهو زي ما احنا بنقول كده باللغة نبرمها اهو يا جماعة كده اهو اهو، برمناها كده وخدت الشكل ده المدور ده كده اهو زي ما احنا شايفين اهو يا جماعة. القصافة معروفة ان هي فيها قوس كده، وهنفضل نمسك كده ونضمهم لبعض بعد ما نكون سوينا الاطراف من تحت من ناحيتين، ونعمل كده يا جماعة اهو. طبعا ارجع واقول صنفرة ناعمة يا جماعة اذا سمحتوا، صنفرة ناعمة اهو يا جماعة، صنفرة ايه كده بالطريقة دي خلاص كده اهو اشتغلت. طبعا اهو لو ان الضفرين دول يا جماعة مهمين عندي بالنسبة لشغلي. بسم الله اهو، بص يا جماعة رجع التاني اهي اهو، ونقص التانيين. طبعا انا مش هين عليا قص الكبير ده لان ده يعني مهم جدا بالنسبة لشغلنا. سن المقصات بمكون بسيط موجود في كل بيت، دلوقتي هنجرب ونشوف ايه اللي هيحصل. بصوا يا جماعة اهو المقص اهو اهو اهو، المكون ده يا جماعة اهو، ده ملح، نوع الملح العادي اللي احنا بنستخدمه في المطبخ عندنا في البيت. هنفضل ايه يا جماعة، نمسك كده المقص اهو 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 ونحطه اهو، ونفضل نمسك المقص بتاعنا ونحطه في الملح اهو كده بهذه الطريقة، ونحاول زي ما تقولوا كده ايه نقص الملح اهو اهو. طبعا ده ملح يعني مش خشن ولا ناعم اهو، ها يا جماعة زي ما احنا شايفين اهو، يعني شوية كده بس عشان ايه نتأكد ان هو ايه اتسن اهو كده اهو، نجرب كده ونشوف. بسم الله اهو، بصوا يا جماعة عمل ازاي اهو اهو، بصوا اهو بصوا اهو اهو، بصوا يا جماعة اهو مش هنغرم ولا حاجة، شوية ملح اهو 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 يا جماعة اهو اهو، دي مبشرة بيجي عليها وقت
وما بتبشرش الحاجة، نسنها ازاي؟ طبعا زي ما احنا شايفين الاجزاء اهي، او الفتحات دي اللي بتبشر او بتقطع الحاجة اللي احنا عاملينها، جزر، بصل، اي حاجة. اما نيجي نسنها يا جماعة، نسنها من اول هنا لهنا، اي الجزء البارز دوت اللي هو قابب لبره، ما نسنش الجزء الفوقاني ده ونسيب الاطراف. وده علشان يحصل هنجيب صنفرة زي ما احنا شايفين كده، صنفرة جزء منها، ونمسكها كده اهو، ونمسك دايرة دايرة زي ما احنا شايفين من تحت اهو، بحيث نجيب اسفل الفتحة دي القبة دي واعلاها واسفلها من الناحية التانية كده اهو اهو. ونفضل نعمل واحدة واحدة. طبعا صباعنا هيدخل في الفرق اللي هنا عشان نقدر نجيب تحت تحت الحتة العالية دي كده 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 اهو، ممكن، والتانية اهو، لحد ما نجيب ونخلصهم كلهم. هترجع لكم المبشرة جديدة من اول وجديد تاني جديدة، والعملية دي مش هتاخد كتير. نفس الحكاية هنا يا جماعة اهو، زي ما احنا شايفين دي، بس هنحاول ندخل صباعنا هنا كده بالصنفرة ديك عشان نحاول نعمل لها سن او نعمل مسطرة زي ديك، دي بتاعت البطاطس، ونحاول نعملها كده بس نميل ايدينا ناحية دي كده عشان نحاول نسن السكينة او الحتة اللي بتقطع مثلا البطاطس اللي هتعمل شرايح زي ما احنا شايفين كده اهو اهو، يا دوبة بس، يعني مش هنعمل كتير لان احنا طبعا ما بنسنش عليها حاجات شديدة، يعني احنا بنعمل حاجات ايه، ان كان جزر او بصل او بطاطس او حاجات زي كده، فهي مش محتاجة، يعني تقريبا السنون بتاعتها سليمة. بعد كده نجرب كده ونشوف، انا جايب لكم بصلة نجرب عليها ونشوف. بسم الله، اهو زي ما احنا شايفين يا جماعة بتقطع البصل حتت صغيرة، بس طبعا ما جبتلكمش بطاطس عشان اجرب بتاعت الايه البطاطس، مش هعرف ايه عايزة دي، عايزة حاجة ايه، بطاطس او مثلا شرايح اللي هي بتعمل الشيبسي. ارجو ان تكون الفكرة دي تنفعكم وتنفع كل ست بيت في مطبخها، ان هي تعيد تشغيل او تحسين بشر البصل او اي حاجة، وشكرا.